السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ دلوقتي هنعمل زي بيان عملي ازاي يعمل نيونيتال شيست التراساوند باعتباره نيو اير اوف دايجنوزس في الشيست ديزيز في النيونيت، وبقى في دراسات كتيره جدا جديده اتعملت عليه اثبتت قوته وفعاليته بشكل كبير جدا. انت تعرف ان في من احدث البيبرز اللي كتبت في الموضوع ده او اتعملت في النيونيتال شيست، قالوا ببساطه، قالوا تيبيكال كده، نيونيتال شيست التراساوند لو طلع نورمال يبقى هيبقى ده بيساوي نورمال شيست اكس راي. نورمال شيست التراساوند في النيونيت ايكوال نورمال شيست اكس راي. فالموضوع مهم جدا جدا. هقدر طبعا اجنب العيان اي تعرض للاشعاع، او ان هو حتى لما ننقله عشان تعمل اكس راي ما تعرضش للهايبوثيرما او اي مشكله. فالموضوع مهم جدا، هيبقى بس ان احنا نعرف التريكات البسيطه اللي بتتعمل فيه نيونيتال شيست التراساوند. ببساطه بنقسم الشيست الى 6 اجزاء يمين و6 اجزاء شمال، او 6 كومبارتمنت يمين و6 كومبارتمنت شمال، ببعض اللاينز كده هنقول عنها ان شاء الله في فيديو نظري. فاحنا عندنا 6 كومبارتمنت هنعمل لهم اسسمنت في الرايت لانج، وخمسه في الليفت لانج عشان الهارت واخد كومبارتمنت منه. هنتكلم عن النورمال اناتومي عشان لما يطلع فيه باثولوجي نبقى عارفين الدنيا فيها ايه. يلا بينا. دلوقتي احنا هنستخدم البروب، اللينير بروب ده بتاع النيونيتال شيست التراساوند. بنحط الجل ونبدا نعمل فول اسسمنت لونجيتيودنال كده على الشيست. انا بقف لونجيتيودنال على الشيست وانا شغال، وابدا من فوق لتحت واعمل زي لاينز كده كده واشوف النورمال بتاعنا اخباره ايه. تعال نشوف النورمال يبقى عامل ازاي. اول ما احط اهوت على اللنج، ده كومبارتمنت من كومبارتمنتس، يعني اول حاجه هبص عليها مبدئيا كده، ادي اول حاجه ده السكن وسبكتينيوس فات، بعد كده الانتركوستال ماسلز، وعندي بعد كده الريبس موجوده اهيت. تحت الريبس على طول البلورال لاين. البلورال لاين ده لو سيكنس ما يزيدش عن 0.5 مللي، يكون بيتحرك معايا مع حركه النفس، ده انديكيت ان البرايتال بلورا بتتحرك على الفيسترال بلورا، فده اكسكلود ان مفيش نيموثوركس مثلا او اي مشكله ثانيه. بعد كده هنبص في ارتيفاكت مهم جدا مسميه اي لاينز او ريفربريشن ارتيفاكت، ان الالترا ساوند بتخبط في البلورال لاين فبتدي اي لاينز، هنشوفها دلوقتي في الريال تايم اهوت. زي ما احنا شايفين كده ادي اي لاينز. الاي لاينز دي في اير، معناها كده ببساطه ان في اير. خلاص يبقى انا دلوقتي الريبس كويسه ولقيت البلورا بتتحرك قدامها زي ما نشوفها بعد شويه، ولقيت اي لاينز، انا كده نورمال لانج. هعمل كده فول اسسمنت للسته كومبارتمنتس في الرايت لانج، وكذلك الخمسه كومبارتمنت في الليفت. هيبقى بس الهارت هنعمل له فول اسسمنت سريع للبريكارديوم والشامبرز اللي موجوده، ولو مركب سي في بي هل ان بليس ولا اوت اوف ذا هارت وهكذا. ادي في الريال تايم لو احنا عملنا فوكس كده زي ما احنا شايفين، ادي البلوره بتتحرك معانا اهيت، بتتحرك لو تلاحظوا. تمام، ممكن عشان نثبت ان هي بتتحرك ولا لا بنعمل حاجه اسمها ام مود او موشن مود. بقف كده ما بين الانتركوستال واتك ابديت، هيبدا يرسم لي ويف كده ظريفه. دي بيسموها بقى السي شور ساين. السي شور ساين ببساطه ان انا عندي في حاجه بتتحرك تحت كده فبترسم لي زي الساند بتاع البيتش يعني، فده انديكيت ان البلورا بتتحرك مفيش نيموثوركس، فدي حاجه مهمه جدا. نرجع تاني الاي لاينز ان في اير، خلاص يبقى اتفقنا على كده. اي ديفكت غير كده هيبقى فيه ابنورماليتي موجود، يعني ما لقيتش البلورا موجوده او هيزي كده يبقى فيه مشكله. البلورا لقيتها سكند اكتر من 0.5 مللي يبقى كده في سكننج في البلورا. البلورال سبيس لو في ميه او في بص او في هيموريدج يبقى كده في حاجه ابنورماليتي. بعد كده بصيت تحتها ما لقيتش اي لاينز يبقى مفيش هواء تحت كافي بنسبه كافيه وهكذا، فكده النورمال خلاص يبقى انا هيطلع شور ان ده نورمال اكس شيست اكس راي. وزي ما هنشوف بعد كده هيبقى بس الهارت اللي هنبص عليه سريعا والبريكارديوم زي ما احنا شايفين اهوت التشامبرز اوف ذا هارت. بنبص على البريكارديوم كده، ممكن كمان نشوف الايه البريكارديال سبيس، هل في دايلاتيشن ولا لا او في افيوجن. طول ما انا اقل من 5 مللي في الدنيا كويسه. الطفل طبعا مش مركب سي في بي، قد زي ما احنا شايفين كده اهوت الفول شامبر فيو اهوت ماشي، والابيكال 5 كمان اهوت الدنيا تمام. فكده عملت فول اسسمنت سريع، طبعا لا يغنى عن الايكو طبعا، ولكن ديت لو على الاقل الطفل مركب سي في بي ابقى عارف ان اللي هو هبص على الرايت اتريم كده
هل فيها السي في بي ولا لا وهكذا. ماشي، يبقى ده شيست الترا ساوند في النيونيت، فحص حيوي جدا جدا. ان شاء الله فيديوهات جايه نبقى نتكلم عن الديزيز اللي ممكن تقابلنا زي ريسبيراتوري ديستريس سندروم، هقدر اشوف فيها ايه، زي ترانزينت كيبني اوف نيو بورن اللي هو تي تي ان اخباره عامل ازاي، زي الولد مثلا تعرض لبالمونري هيمور شكلها عامل ازاي، زي الطفل طبعا بلورال افيوجن دي اسهل حاجه، الطفل لو عنده امبييمه، الطفل لو عنده دايفراجماتيك باراليسيس يبقى عامله ازاي، الطفل لو عنده دايفراجماتيك هيرنيا اقدر اميزها ازاي. حاجه كتير جدا جدا اقدر اميزها بالشيست الترا ساوند في النيونيت، باعتبار ان الشيست بتاع الطفل بيبقى صغير فاقدر اشوف ببساطه الطفل الشيست بتاعه عامل ازاي. دي ببساطه نبذه عامه عن النورمال اناتومي اوف شيست الترا ساوند. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونلتقي على الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اشوفكم على خير يا دكاتره، سلام عليكم.